سميتي والتر وايت، نقول لك جوج كلمات، الوقت بين يديك. Say my name. عندك الوقت كيف كان في اللي تخدم فيه اليوم ود بربعة. في أي وقت كتسمع هذا الفيديو بدا. دوك إلا بولو ليك مشى الحال. ما ما كاين تا معيار لك أنك تحكم أن مشى الحال. بدا الحفاظة والفهامة. صنع النجاح. وصفت لي نتحت أنك نجحتي. و say my name. قبل ما كنبدا الخدمه ولا القرايه لشي حاجه كندير واحد الخمسه ديال الاسئله اللي غادي نبارطاجي معاكم في هذا الفيديو. هذا هاد الاسئله غادي يوجهوا لكم التركيز، غادي موتيفيوكم انكم تخدموا او لا تقراو، وغادي يوجهوا لكم الوعي ديالكم باش تكونوا شادين الحياه في يديكم، شادين السلوكيات ديالكم في يديكم. فما تنساوش تشتركوا في القناه الا كتستافدوا من هاد الفيديوهات. وكنشكر المشتركين في الكورس ديال الجهاوي اللي هما الداعم الرسمي ديال هاد القناه. هاد الفيديو برعاية عرض الجهاوي. عرض الجهاوي مفتوح دابا. إلا عندك الجهاوي هاد العام أو لا عندك باك حر علمي وبغيتي توجد الجهاوي، هاد العرض غادي ينفعك بزاف. فيه المواد بربعة: الاجتماعيات، التربية الإسلامية، العربية والفرنسية. المواد ديال الجهاوي كاملة في هاد العرض. غادي نشرح الدروس كاملين في فيديوهات على طول السنة. أتستفد من شرح الدروس وشرح الروايات والمنهجيات كذلك. سواء عندك سيزيام يعني ولا باك علمي او لا عندك باك حر علمي، غادي تستافد من هاد العرض. اللي يحب يتسجل في العرض ديالنا يتواصل مع هاد الرقم على الواتساب وغيجاوبك على طريقة تسجيل وكلش. غنكون معاك على طول العام حتى النهار ديال الجهاوي. الاخوان عندي واحد الخمسة الاسئلة اللي كنطرحهم انا على راسي في اي حاجة مثلا بغيت نخدم لها، خصوصا انتم دابا عندكم الجهاوي ولا عندكم الوطني. المهم الناس اللي عندهم الامتحان في اخر السنه، صحاب السيزيام والباك حر، واللي هما الموضوع اللي كندوي عليه في هذه القناه. هذه كاين واحد خمسه ديال الاسئله اللي خاصكم تسولوهم كل صباح كتفيقوا. كل صباح غادي يوجهوا لكم التركيز. اول سؤال: واش غتخدم اليوم؟ هذا هو اول سؤال تطرحه على نفسك. واش غتخدم اليوم؟ في القرايه غتقول واش غنقرا اليوم، واش غادي نقرا اليوم. هذا هو السؤال الاول، وجاوب راسك اه ولا لا. السؤال الثاني: شحال غنقرا؟ ني تايم، الوقت، شحال غادي نقرا من ساعه، شحال غادي نقرا من دقيقه ولا من ساعه. هذا ثاني سؤال. ثالث سؤال هو: فوقاش غنقرا؟ يعني فوقاش غنخدم، يعني الوقيته اللي غادي تبدا فيها الخدمه فوقاش. وهذه حتى هي كتجاوب عليها من خلال النهار ديالك كيفاش كيدوز والوقيته اللي كتكون عندك خاويه. فاختار بعناية الوقت اللي غادي تكون فيه مكونسونطري مع الخدمة، وهذاك الوقت هو بالضبط اللي خاصك تبدا فيه الخدمة ملي تكون مسالي يعني ومركز وعندك القانة. ثالث سؤال او لا رابع سؤال هو: فين غتخدم؟ وهذا سؤال مهم اللي كي يعني يوجه لك الوعي ديالك على البلاصة اللي غتخدم فيها، كيفاش خاصها تكون، او لا يعني كيفاش غادي تخدم وانت في واحد البلاصة اللي ملهمة للخدمة، يعني غادي تعاونك او لا تموتيفيك انك تخدم. والبلاصة خاصها تكون يعني الضو ما فيهاش بزاف ديال الضو، وتكون مرتبة باش عقلك حتى هو يترتب مع داكشي اللي كتقرا. تكون مرتبة يعني قبل ما تبدا انت الخدمة، وجد البلاصة او المقر اللي غادي تخدم فيه. اخر سؤال، وهذا هو السؤال الاخير اللي كنطرحه يوميا، هو: شنو غتقرا اليوم او شنو غتخدم اليوم؟ هذا هو يعني السؤال اللي كيوجه لك شنو خاصك دير اليوم. فهادو غادي ياخذوا لك واحد ثلث ساعه ديال التفكير انك تجاوب عليهم. يعني فوا تجاوب عليهم وجهتي التركيز ديالك شنو غادي دير في هذا النهار بالضبط. وهذا هو الاساس ديال اي واحد كيدير يعني الانجازات او لا كيدير المهام اليوميه ديالو، وكيكون يعني ديسيبلين، هو انه كيطرح هاد الخمسه ديال الاسئله وكيجاوب عليها. واش غتخدم اليوم؟ يعني كتسول راسك واش غتخدم اليوم. ثاني حاجه: شحال غتخدم؟ شحال من ساعه غادي تحط في داك الخدمه اللي بغيتي تخدم ولا تقرا؟ فوقاش غتخدم؟ يعني الوقيته المناسبه لك اللي غادي تبدا فيها الخدمه. فين غتخدم؟ البلاصه اللي غادي تخدم فيها وتموتيفيك. اخر سؤال هو: شنو غادي تقرا اليوم؟ وهذا هو اللي كيكون بحال قلتي الموضوع ديال النهار. شنو الموضوع اللي غادي تروشيرشي عليه اليوم، اللي غتبحث عليه وغتقرا وغتانتيريس به؟ فهاد الخمسه ديال الاسئله كيوجهوا لي التركيز يوميا. هاد الاسئله كنديرهم يعني يوميا فوق ما نفيق،
على شنو يعني غندير في هذا النهار هذا. وعندهم واحد لامباكت اللي يعني غير بيني وبين راسي، كنسول راسي ونجاوب راسي، وكنقيد داكشي في نوت، ودوك الاجوبه اللي قيدت هما اللي كنخدم بهم في ذاك النهار وفي اي نهار من النهارات اللي كندوزو في يوم الله. فهذا ما كان، وهاد المعلومه هذه كنخدم بها وتفكرتها، بغيت نبارطاجيها في هذا الفيديو بالنسبه للناس اللي بغاو يوجهوا الوعي ديالهم وتيلقاو راسهم شويه بحال تيدوز النهار خاوي ما كيديروا فيه والو. هاد الاسئله هادو ضروريه، والاسئله عموما هما احسن حاجه كتوجه الوعي، هما الاسئله. وهذه راه يعني في جميع المواضيع ديال الدنيا، السؤال هو اول حاجه كيوجه لك التركيز، هو اول بحال قلتي ديك الحاجه اللي كتسبق الموضوع. فما تنساوش طبقوا هذه القضيه هذه. الناس اللي كيدوز عندهم النهار وما كيعرفوش فين مشى، هذه راه مزيانه ليكم. هذا ما كانوا، مازال ان شاء الله فيديوهات اخرين اللي غنهضروا فيهم على مواضيع اخرين. شكرا لكم على الاستماع، وما تنساوش تشتركوا في القناه. الى اللقاء، نتلاقاو في الفيديو الجاي.